السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات في صفحة البرواقية. إخواني اليوم جيتكم تطبيق نتمنى كل واحد يبارطاجيه، نتمنى ما يحبس حتى عنده واحد. هذا التطبيق اسمه نختم. عليكم أخواتي، أنا دخلت فيه نشرح لكم. هذا التطبيق هو تطبيق تدخل فيه بون تيليشارجي من بلاي ستوري، طلعوا دير إبداء الآن. كل ما تطفي التليفون وتشعله تخرج لك آية، كل يوم راك تقرأ في آية أو كل دقيقة حسب شحال راك تطفي من تليفونك في النهار. طفي وتشعل تاع شيما، نحكو شيما، تخرج لك الآية خاوتي. كي تخرج الآية تقرأك تقرأ من الفاتحة حتى سورة الناس، يعني 60 حزب. كل يوم تقرأ شوية، وعندك عداد يومي، وعندك عداد أسبوعي، وعندك عداد شهري، وعندك عداد من نهار اللي حملت التطبيق. خاوتي كل يوم راك تقرا شويه تلقى روحك خاتم الستين. نتمنى كل واحد يبارطاجيه وكل واحد يوري صاحبه وما يحبس عندك. كل سبه في فعل الخير، قال لك الدال على الخير كفاعله. انا هذا التطبيق شفته عجبني، حبيت نبارطاجيه باش يكون سبه. راك تقرا قران، هذا يكون سبه، ربي يفرج لك في خدمه، يفرج لك في اي حاجه، في زواج، في اي حاجه. خاوتي نتمنى ما يحبس عندكم وبارطاجوه، وربي يجازيكم. معكم مسؤول الصفحة، صفحة البرواقية، بارطاجوه لو ماكسيموم خاوتي، وربي يجازيكم، والسلام عليكم.